أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي عليه قضاء من رمضان من سنوات طويلة ولا نعرف عدد الأيام، ونحن نريد أن نبره، ماذا يلزمنا نحن الأولاد؟ يعني أبوهم ميت؟ نعم نعم، يجتهدوا في تقدير، يجتهدون في تقدير الأيام التي عليه ويحتاطون ويقضونها، وينفعه ذلك بإذن الله ويؤدي الواجب عنه. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تفعل كذا وكذا، فهل تقوم مقامها وتفعل هذا النذر لها؟ فقال اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. فإذا ماتت الوالدة أو الوالد أو أحد من الأقارب أو من المسلمين وعليه صيام فإنه يقضى عنه، نعم، صيام نذر أو صيام رمضان يقضى عنه وينفعه ذلك إن شاء الله. نعم.